نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك إلى قرية أبو الغر بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. وقال رئيس جامعة طنطا محمود زكي إن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.